49 المسيرة الخضراء المدفرة الراحل حسن الثاني رحمه الله وطيبة راه. غادي نخليكم اليوم مع هاد اللحظات مع الكلمة ديال سي عز الدين قفقاف رئيس المجلس الجماعي لولاد زيان. تفضل سي. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا باسمي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الجامعي لجماعة ولاد زيان، باسمي وباسم جميع القبيلة، باسمي وباسم الدوار الفوندور ورئيس ديالو الفوندور، تحية نضالية للإخوان الوداديين من هذا المنبر هذا. مرحبا، وكنشكر الإخوان المساهمين في هذا التنظيم على رأسهم السي سايح والسي عفيف طارق والسيد رئيس السي أنغاس رئيس جمعية نهضة ولاد زيان الشبيبة والرياضة. بهذه المناسبة اللي احنا مجموعين فيها هي مناسبة تأسيس نادي الرياضي الوداد البيضاوي للذكرى 77، والحدث الثاني هو الذكرى ديال المسيرة الخضراء لسنة 49. كنشكر الجميع وكنشكر جميع المناضلين، كنحيي فيكم هذا الروح هذه النضاليه من الابتداء من الاخوان هاد الاطفال الصغار اللي وهرجونا بهذا المهرجان ديالهم بالانشطه ديالهم. وكنشكر السي ايوب سكومه، مرحبا بك عندنا في ولاد زيان، شرف لينا وشرف الضيوف ديالنا. وكنشكر الجميع على هذه المبادره الطيبه، وشكرا للجميع وهنيئا لكم بهذه المناسبة الغالية، وشكرا للجميع.